أستاذة سهير من الفيوم، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت، عندي مبلغ في البنك بس خدنا عليه قرض لسداد شقة. طيب. وهل الشهادة دي عليها زكاة ولا، وأنا ما باخدش من الأرباح أي حاجة ولا طيب. من الفايدة. طيب طيب، حضرتك بتقولي إن أنتِ أخدتي قرض من البنك عشان تشتري بيه شقة، صح كده؟ أيوه. صح كده. طيب، وانت عندك وديعه، وانت عندك وديعه بضمان الشهاده. ايوه، بضمان الشهاده. بضمان الشهاده، فانت عندك وديعه بتجيب لك ريع، والريع دوت بتحطيه في كقسط في الشقه. أيوه. صح كده؟ أيوه. ما باخدش حاجه خالص من البنك. حاضر حاضر. دوت بس انت رحتي اشتريتي الشقه كانك اشتريتي الشقه قسط. فاللي حاصل دلوقتي ان الريع ده هنطلع منه 10%. ايوه، هنطلع 10% من الريع اللي بيجي لنا، سواء كل شهر او كل 3 اشهر او كل سنه. طب ما انا ما باخدش منه خالص. ايوه، ما انا عارف. زي بالظبط واحد بيجي له الريع وبيصرفه كله على اهل بيته. ايوه صح كده؟ ما هو الريع دوت اللي بيجي لي كاني بصرفه على اهل بيته. فانت بتقولي لي انا عليا دين. الدين الحال بس هو اللي هنخصمه، مش هنخصم ثمن الشقه كلها لو بنص مليون ولا حاجه، هنخصمه من شهاده الاستثمار اللي عندنا. لا، هيبقى عندنا زي ما بقول كده، احنا ضربنا مثال بالنص مليون. لا، القسط اللي عندنا ده حتى ولو استهلك ده هنطلع 10% من الريع.